باسكت يعني كرة القدم في حتة، بعديها الباسكت، بعديها الألعاب التانية، عشان نبقى واضحين على مستوى العرب، على مستوى أفريقيا، على مستوى العالم. الباسكت طبعا يعني مستويات تانية خالص، واحتراف وام بي اي حاجة تانية خالص يعني. فاحنا بنحاول، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا في 6 أيام يعني بيقول لنا اعمل الحاجة واشتغل واحدة على واحدة لحد يعني. طبعا سبحان الله يعني، دي حاجة من الحاجات اللي ربنا عملها عشان الناس تعرف ان احنا ايه. البنى أصعب من الهد. طبعا البنى لازم نقعد نبني كتير عشان تطلع الحاجة صح. احنا بنبني بقالنا فترة كبيرة بنبني، وأساسات كويسة جدا، ومنتخبات بقت على أعلى مستوى في كل المراحل الحمد لله. اي نعم، برضه حتى المنتخبات الصغيرين النتائج مش على قد اللي كان متوقع منهم، ولكن في كاس العالم وبيكسبوا وبيعملوا نتائج كنا ما بنشاركش اصلا في بطوله العالم قبل كده، يعني ما كانش في مشاركات صح؟ لا قبل كده ما كانش في مشاركات خالص، وبعدين بقينا بنشارك، وبعدين بقينا بنكسب، وبعدين هنبقى يعني ان شاء الله يعني هي واحده واحده. انا المهم كده. ان انا ابقى وانا بتفرج يا كابتن يا دكتور مجدي، ان انا النهارده ابقى شايفه ان في بوادر، في امل. يعني النهارده انا ما كنتش بشارك، لا بقيت بشارك، لا بقيت بوصل لادوار ابعد شويه، لا شويه نسخه كمان او نسختين كمان، انا متواجد في المربع الذهبي. ما هي الدنيا كده يعني. المهم ان انا مش احسن ما بقاش بشارك خالص، ومش بالظبط لاقي ان انا موجود على الخريطه خالص، فده انا بشوفه ان هو بيدي امل. المهم ان احنا حاطين رجلنا على الطريق الصح، تاكيد ده نفسه بيدي امل. طب لو سألت حضرتك قبل ما يعني علشان الإضافات اللي تم إضافتها للمنتخب المصري رجال، ليه عبد الرحمن نادر ما انضمش للمنتخب؟ وأنا عارفة إنه يمكن كان في محاولات معاه يعني، بس المحاولات دي وصلت لحد فين؟ المحاولات دي هو يعني كذا مرة يجي خلاص البطولة دي أنا جاي، ويحصل إصابة وبعد ما يجيش. من آخر مرة دي هو بيتعالج فعلا من إصابة، ويعني ليه وقت معين هيخلص ويجي وخلاص اوكي تمام ومتفقين وكل حاجه. فوجئنا بالايجنت بتاعه بيبعت الاصابه ما خفش منها، وهيضطر ان هو يقعد اكتر من كده ومش هيقدر يجي. بس ده المعلومه اللي عندنا. هو لعيبه الام بي اي مش اندر امبريلا الاتحاد الدولي يعني، يعني لو لعيب محترف في نادي في اوروبا في اسيا في اي حته، انا اللي من اسمعه حقي ان ان هو انا اجي، دلوقتي مش بيلعب في لازم نادي. يجي لي. لكن لعيبه الام بي اي لا، دي تيجي يعني ما عليهاش عقوبه لو ما جاتش. تمام، فهو ده لاعب ام بي ام، فانا ما اقدرش ان انا يعني اتدخل فيه. مسيطر على الام بي اي منظومه لوحدها خالص، موازيه للاتحاد الدولي وليس تحت. دي صوره باتريك يوسف. بدون طبعا قطع كلام حضرتك علشان الناس تبقى عارفه لعبتنا واولادنا اللي انضموا لينا بالتاكيد واللي هيكونوا اضافه. وده ادم موسى صح كده؟ وده ادم موسى طبعا احد الاضافات الهامه جدا جدا لمنتخبنا الوطني. بنتمنى لهم طبعا هما الاثنين كل التوفيق، شرف ما بعده شرف انضمامهم لمنتخب مصر، واكيد ان شاء الله هيكونوا اضافه محترمه بالتاكيد لمنتخبنا الوطني ان شاء الله. على فكره ادم باباه ومامته مصريين، واخته مصريين، واخته سواء ما كانش موسى عايش في طلع في مصر. المنتخب. هو كان عايش في امريكا، هو عايش في امريكا، متربي في امريكا اخته ريم وعايش موسى. اخته ريم موسى، اوكي. وباباه هشام موسى كان لعيب باسكت بول منتخب مصر. يعني اسره باسكت بول والمصريين كلهم برضه، عشان الناس تبقى فاهمه ان ايه انه يا ولادها جماعه بيرجعوا لها. اللي يعني الدكتور مجدي بيوضحه طول الوقت ان اللعيبه دي مش مجنسه، دي لعيبه بتحمل الجنسيه المصريه، فمنضمين للمنتخب بشكل طبيعي جدا جدا.